صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. النهاردة يوم الخميس 21 نوفمبر 2019 و24 من ربيع الأول 1441. يوم الخميس مشاهدينا احنا دايما بنحب نجيب حاجات خاصة بالأسرة، ازاي نتعايش ونتعامل مع بعض في بيتنا وفي حياتنا اليومية. النهاردة هنتكلم عن فن التعامل في الحياة الزوجية، وازاي يكون في اول سنة جواز مفيش مشاكل. طبعا دي استحالة تحصل، لان دايما الحياة الزوجية بيكون فيها مشاكل كتيرة جدا خصوصا في اول السنة. طبعا احنا لاحظنا السنوات الاخيرة نسبة الطلاق زادت جدا، ونسبة قضايا الخلع زادت اكتر كمان في 2019. المشكلة ان احنا فاكرين ان الجواز ده خلاص انا اتجوزت وارتحت بقى وهقعد ومش هتعب في حاجة، وهم وتشال بقى وخلاص على الاهل بقى والعيله بقى والاسره، خلاص بيرتاحوا ان انا ايه جوزتها وخلاص، او هو اتجوز ابني. لكن المشكله اللي بتقابلنا فيما بعد ان الحياه الزوجيه هي بدايه الحياه، بدايه الفن، ان ازاي نتعامل مع بعض في البيت عشان ما يحصلش مشاكل في اول 6 شهور حتى، او ما يحصلش مشاكل في حياتنا الخاصه بالحياه الزوجيه. طبعا في عوامل كتيره جدا بتؤدي الى المشاكل، عايزين نعرفها النهارده، وازاي نتعامل مع بعض بقى بطريقه جميله جدا في الحياه الزوجيه وهاديه وسلسه. لان الناس في الفتره الاخيره نسبه الطلاق والقضايا الخلع زادت جدا جدا، عايزين نعرف ايه الاسباب، ازاي نحلها، وازاي نتعامل مع بعض عشان في الاخر الاسره هي المجتمع، وازاي نعلم اولادنا كمان ان هم يطلعوا في مجتمع يتعاملوا معاه بطريقه كويسه وطفل يكون سوي. تعالوا نعرف النهاردة فن التعامل في الحياة الزوجية وأول سنة جواز بدون مشاكل مع الدكتور محمد رجب خبير العلاقات الأسرية. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوار. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راح صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راح. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم صباح الصحة والجمال، وان النهارده بنتكلم عن العلاقة الزوجية والحياة الزوجية بين الزوجين. هل في اول سنة جواز ممكن تمر كده بسلام بدون مشاكل، ولا بقى في مشاكل زيادة قوي في حياتنا ان هي بدأت تخلينا ان احنا فعلا ما بقيناش عارفين ازاي نحافظ على حياتنا الزوجية؟ تعالوا نعرف مع بعض النهارده فن التعامل في الحياة الزوجية، وازاي يعدي اول سنة بدون مشاكل في الحياة الزوجية مع الدكتور محمد رجب خبير العلاقات الأسرية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. شرفتنا طبعا في صباح الصحة. شكرا على الدعوة الكريمة، ودايما بتشرف بوجودي معاكي. ميرسي يا دكتور، شرفتنا. طبعا دكتور، طبعا ما فيش بيت ما بيخلاش من المشاكل، سواء بقى في اول سنه تاني سنه. احنا بقى هنقعد نتكلم عن السنوات بقى اللي بتقابل الازواج في الحياه الصعبه دي، وبيضطروا ان هم يكون في انفصال لقدر الله. بس دلوقتي عايزين نعرف مشاهدينا، هل في فعلا في اول سنه ممكن يكون حياه جميله بين الازواج بدون مشاكل؟ طيب خلينا نبتدي كده بنقول يعني ايه الحياه الزوجيه. طيب الحياه الزوجيه عشان نعرف الناس يعني ايه حياه زوجيه، لان الناس للاسف بتبقى مقبله على هذه المرحله بدون ما بتبقى عارفة الحياة الزوجية وقدسيتها وشكلها ومسؤولياتها، ما عندهاش الوعي ده. فاحنا عايزين نوعي الناس ايه هي الحياة الزوجية، عايزين نعرف ايه هي المرأة، عايزين نعرف ايه المشاكل اللي بتواجهنا في أول سنة عشان نقدر نتلاشاها. لو عندنا الوعي ده ان شاء الله، مش احنا بنقول مش أول سنة، احنا هنفضل كده على طول، يعني ان
شاء الله كده حبايب في سعادة يعني. في سعادة. وخليني أبتدي بمثال ونسبة صغيرة. المثال إحنا دايما الزوجين أو الطرفين العلاقة لما بيخططوا لمناسبة معينة زي الفرح مثلا، عشان بيخططوا له وعشان بيدرسوا كل الملابسات، المناسبة دي بتتم بنجاح. نيجي بعد الفرح بنلاقي فيه مشاكل كتير. ده معناه ان انا لما بخطط، لما بدرس، لما بعرف، لما يبقى عندي الوعي، الموضوع بيتم في اكمل وجه. بقيه الخطوات احنا للاسف ما بنبقاش عاملين الدراسه دي او التخطيط او الوعي ده. طيب مثلا في قبل ما اخش على جواز مثلا بقى، هل في تخطيط فعلا في طبعا. تخطيط الحياه الزوجيه قبل ما ان انا اخش على المرحله دي؟ في حاجة جميلة دمها خفيف كده لطيفة اسمها التأهيل للمقبلين على الزواج. للأسف ناس كتير ما عندهاش علم بالموضوع ده. لا احنا بناخدها كده يعني، احنا بناخدها كده خلاص بقى القطر فاتني بنقعد ندور ونقرأ عشان نعرف ازاي بأهل نفسي لهذه العلاقة. لكن الحقيقة فعلا في حاجات موجودة كده، في كورسات كده، والحقيقة الكورسات دي في منتهى الخطورة. علشان كده دكتور محمد الأوروبيين ناجحين في العلاقة الزوجية، في بلاد بنت التنمية بتاعتها التنمية بتاعتها على هذه الكورسات. لأن طالما في انهيار في الأسرة مش هتبقى في عملية تنمية. مظبوط. لأن هو ده الكيان اللي بقوم عليه أي حاجة. هي الأسرة هي الأساس، هي المجتمع في الأساس. لأن هي دي النواة للمجتمع، هي دي النواة للتنمية. فأنا لو ما عنديش القيم دي يبقى مش هيبقى عندي تنمية. خلينا نرجع تاني للحياة الزوجية. الحياة الزوجية هي إيه؟ هي سكن، هي مودة، هي رحمة، هي تقدير، هي اهتمام، هي تحمل المسؤولية. طب إحنا بنعمل حاجة من النقاط دي؟ أعتقد لأ. من هنا بلاقي المشاكل. طيب إيه هي المشاكل اللي ممكن تواجهنا في أول سنة؟ في ثلاث نقاط مهمين جدا. أول حاجة أنا مش عارف يعني إيه مرأة، مش عارف يعني إيه طرف تاني للعلاقة، مش عارف يعني إيه تقدير مرأة، مش عارف يعني احترام مرأة، مش عارف إيه هي كينونة المرأة وإزاي بتعامل معاها. المرأة هي نصف المجتمع وهي اللي بتربي النص التاني، بالتالي هي كل المجتمع، هي كل المجتمع وليس نصفه. دي أول نقطة. النقطة التانية، لازم طرف العلاقة الراجل بالذات يعرف إن المرأة عليها مسؤوليات كتير جدا، لأن التعامل اللي ما بين الطرفين هو اللي بيبني الحياة السليمة وهو اللي بيخلي مفيش مشاكل. طيب لازم الطرف ده اللي هو الراجل بالذات يعرف ان الست عليها مسؤوليات كتيره. الست بتروح الشغل، الست بتربي، الست في حاجات كتير في البيت بتتعمل، وفي اخر النهار هو بيقوم بوظيفه واحده وبيجي، وللاسف كده مش قادر اقول لفظ معين، بيبقى مش عاجبه. يعني ومن هنا بتبتدي المشاكل، بيبتدي التربص، بيبتدي العند، بيبتدي ان انا احنا بقى في مصطلحات كتيره جدا بقى العند وسلوكيات الزوج والزوجه مع بعض وحاجات. لكن انا كتير. لو عارف بقيمه المراه واهميه المراه في الحياه بتاعتي، سواء حياه اسريه او حياه مجتمعيه، انا عمري ما هتعامل بالمنطق ده. طيب خلينا في كم مشكله كده عشان نبقى احنا عارفين. اول حاجه المشاكل اللي بتواجهني، وبعد كده نقول من هي المراه عشان الراجل يعرف بقيمتها ويعرف ازاي يتعامل معاها، لان دي نقطه مهمه جدا. أول حاجة بتقابلني كمشكلة الحالة الانتقالية اللي احنا بنتنقل ليها ما قبل وما بعد. الحالة الانتقالية دي بتخلي عندي يعني لخبطة، حالة من حالات اللا شعور كمان. أنا فين؟ أنا طب أنا إزاي بقيت كده؟ طب أنا حتى ساعات ناخدها بتهريج، وأنا كان مخي كان فين؟ ونفضل في هذه الحالة الجدالية اللي هو من مرحلة إن أنا عايش في بيت أسرة مش متحمل مسؤولية أي حاجة. الحالة الانتقالية من حالة العزوبية لحالة الزواج دي بتسبب تشتت وبتخلي زي ما بيقولوا كده في تربص لكل حاجة. هي أول سنة يا دكتور محمد بحس إن هي إيه، تعارف بين الأزواج. بس أنا لو عندي التأهيل ولو عندي التعارف ولو عندي حسن الاختيار ما قبل الزواج، مش هيبقى الموضوع ده موجود عندي. ما هو بيبقى فيه مشكلة، بيبقى فيه حسن اختيار والله. لا للأسف بيبقى فيه حسن اختيار، وبيبقى وهو بيبقى واعي وهي بتبقى واعية يا دكتور. بس المشكلة بقى إن بعد الزواج إن الست عليها عامل والراجل برضو عليه عامل كبير جدا. تعرف يا فندم ان في نسب يعني معينه بتقول ان 38% من نسب الطلاق العامه في اول سنه زواج. احنا عايزين نحلها. دي مشكله خطوره. مشكله كبيره جدا. زي ما احنا قلنا الحاله الاولانيه هي الحاله الانتقاليه، ده سبب مهم جدا. السبب الثاني الطباع. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي الطباع، انا بفتكر ان انا فتره ما قبل او الخطوبه او الارتباط ان انا عرفت كل حاجه عن الطرف الثاني. لما انا بعرف وكل واحد فينا في مكان غير العشره او المعاشره الكامله. صح. الموضوع ده بيختلف.
يعني حتى يقول لك انت تعرف فلان يقول لك اعرف عشرته انت لسه ما عرفتوش. المعاشره الكامله بتبان بقى هنا الاخطاء يا دكتور محمد بينهم. يعني احنا بقى لما بنعيش بنظام المعايشه الكامله بنعرف كويس جدا طباع بعض وما هو خافي. عشان كده دايما احنا بنقول حتى في التاهيل المقبلين الناس في قبل الارتباط يا ريت بلاش تكلف ويا ريت تتصرف بطبيعتك. يعني خليك طبيعي في التعامل مع الطرف الثاني. طبيعي يعني كل اللي انت بتعمله معتاد عليه خليك طبيعي، لا تتكلف وما تتصنعش ان انت هادي ان انت كويس ان انت لا. ارجوك عصبيتك طلعها وهي كمان تبقى طبيعيه الطرفين ده لازم تبقى طبيعيه برضه في تصرفاتها في احسن شكل كلامها كل حاجه في احسن كلام في احسن وضع. وبالنسبه لي هو ده المثاليه في التصرف. فطبعا احنا الطباع ده بنيجي نتصدم بقى في اول سنه جواز بقى بنشوف ايه النقطه المهمه. عدم وعي بقدسيه الحياه الزوجيه زي ما احنا قلنا ايه هي الحياه الزوجيه في الاول. اول حاجه احنا اتكلمنا فيها القدسيه لان دي نقطه مهمه جدا. قدسيه الحياه الزوجيه بتنقلني ان انا كيفيه اختياري للزوجه الصالحه ده احسن علاج نفسي للرجل. يعني لما تبقى عندي ست كويسه او طرف تاني كويس ده احسن علاج للرجل. ليه؟ لان الرجل كده كده كله علل. يعني احنا كلنا علل. انا اسف انا دايما بحب اجي في صف المراه لان المراه الحقيقه دايما مظلومه. ايوه يا دكتور بس برضو الست اليومين دول بقت مش مهتميه بنفسها قوي. لا اطلاقا بتجيب المشاكل على الولاد اكتر. الراجل دايما بيحب التجديد بيحب التغيير بيحب الحوار في البيت لان الدنيا دلوقتي بقت صعبه. فانت لما هي تنظم وقتها انا معاك اليوم كله بيبقى قدامها. تهربي يعني انا من المسؤوليه هو ده السبب الرئيسي في اللي حضرتك بتقوليه مش الست. يعني خلينا ننصف المراه شويه وخلينا نديها حقها لان هي الحقيقه المراه مظلومه. النزعة الذكورية وعدم تحمل المسؤولية وهروبي من تحمل المسؤولية الدائم هو ده السبب. ليه؟ أنا فين في الحياة كلها؟ أنا باجي آخر اليوم وأنا آسف بتعامل بطريقة غير لائقة بقول ده عاجبني وده مش عاجبني. وبنسى إن كل المنظر اللي الست فيه ده فخر وشرف ليا لأنه كل ده بسببي وبسبب عيالي وبسبب بيتي وبسبب أسرتي وبسبب كل ده. لكن أنا دوري إن أنا أشيل جزء من المسؤولية معاها وخلي الوقت ده اللي أنا هشيله عنها تهتم بنفسها شوية. يعني تبقى زي ما أنا عايز. ما أنا معاك يعني هي عملية توازن طبعا في الأول وفي الآخر. الراجل بيبقى عليه دور طبعا والست بيبقى عليها دور أكتر كمان يعني زي ما حضرتك بتقول. بس اليومين دول إحنا بنلاقي بقى حصل الناس ما بتستحملش بعضها. يعني دايما بنجيب الأنانية كل واحد لا أنا اللي بعمل لا أنت اللي بتعملي لا أنا اللي شايل المسؤولية أكتر وأنت ما تشوفيش المشاكل بره عاملة إزاي والشغل وهي تقول برضو أنت ما تعرفش البيت والمسؤولية اللي بقى المشاكل تحصل بطريقه يعني كتير جدا ومبقناش عارفين ازاي نتعامل مع بعض. حتى حوارنا بقى مش حلو خالص مع بعض. حصل كده فتور في العلاقه يا دكتور محمد. في مفهوم راقي جدا يا ريت كل الازواج يعني يتعلموه بعد الكلام اللي احنا بنقوله اللي هو انسنه العلاقات. يعني ان انا ابقى انسان في تعاملي مع الطرف الاخر. انا دايما براعي الموضوع ده بره بيتي وجوه بيتي للاسف ببقى انسان غريب. يعني ببقى انسان غريب الاطوار. لكن انا المفروض ابتدي من جوه بيتي لان هو ده نقطه راحتي. ولو انا جوه مستريح وراضي ده هينعكس على تصرفاتي الخارجيه. لكن انا براعي هذا المفهوم من غير ما بحس بره واجي جوه ببقى انسان تاني خالص ومختلف تماما. فطب ليه كده؟ هو ده المفهوم اللي احنا عايزين الناس تعرفوا. يعني فعلا هي الحياه الزوجيه هي فعلا الحياه الانسانيه. أيوة. التعامل مع العلاقة بعض العلاقه الانسانيه ما بين الطرفين. حتى احنا بنقول ايه ازاي الراجل والمراه يتعاملوا مع بعض. يقول لك ايه؟ يقول لك للراجل احنا دايما ننصحه نصيحه دمها خفيف قوي نقول له فلسفه التعامل مع الحبيب. يعني انا ازاي بتعامل مع الطرف الاخر دي فلسفه. الفلسفه دي انت بشطارتك ازاي تترجمها لمشاعر واحاسيس. شوف احنا طيب بنعمل ايه. والمراه برضو لازم يبقى عندها فن التعامل مع جوزها. اوتوماتيك عندها كده. طيب ناخد ام اصاله ونكمل حوارنا. صباح الخير يا ام اصاله اهلا بيكي. النور يا فندم. اهلا بيكي حبيبتي اتفضلي. انا معايا جوزه دي لي 13 سنه متجوزاه. اتفضلي. تبص الشتيمه والاهانه ويغلط فيا ويضربني قدام بناتي. طيب يا ام اصاله ما يعني انا ما بعملوش عامله له حاجه وحشه يعني. بقالك 13 سنه متجوزه؟ ايه بقالك 13 سنه. بقالك عندك اولاد قد ايه؟ عندي بنت عندها 9 سنين وبنت عندها 5.
اتنين يعني بنتين. هل هو من بداية هل هو من بداية الزواج بيتصرف هذه التصرفات ولا في فترة معينة ولا مؤخرا؟ من ساعة ما اتجوزت هو كده. من أول ما اتجوزتي وهو كده بيمد إيده عليكي وبيهينك قدام بناتك؟ أيوه على طول. أيوه. طيب ما حاولتيش إنك تكلميه بهدوء يا أم أصالة؟ يقول لك أنا ما اتغيرش. أه كلمة الرجالة على طول إن أنا كده. طيب يا أم أصالة. أنا ما اتغيرش. طيب يا ام اسر طبعا انت متضايقه من المعامله دي. انا سكت ايوه وكنت هتطلق بس خفت على بنات يعني. طب انت بتتعايشي معاه ازاي دلوقتي يا ام اصاله؟ بتتعاملي معاه ازاي؟ انا عايشه وخلاص. انا عايشه وخلاص. طيب يا ام اصاله الدكتور محمد هيرد على حضرتك. ناخد تليفون الاستاذ محمد. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام اهلا بيك. كان عندنا مشكله تبع بنك ناصر مديون بنفقه من 2008. مشكله ايه يا فندم؟ كان عندنا مشكله من 2008 تبع بنك ناصر قضيه نفقه. قضيه نفقه. اتفضل. ودلوقتي انا متجوز ومعايا توأم وهي شكياني وما حلتش اي حاجه وعمال انسجن دلوقتي من 2008 شهرين في شهرين في عقاب. وعيالي طلعوا من المدارس دلوقتي شردهم وبيشتغلوا عشان يساعدوني بيجيبوا لي زياره ومراتي بتشتغل رفرة وطبعا مش لاقي لها حل خالص. طيب سيب استاذ محمد طبعا الحياه صعبه. ممكن حضرتك تسيب رقم تليفونك في الكنترول واحنا هنكلم حضرتك برضو وهنناقشها دلوقتي طبعا على الهوا. شكرا. حالتين عكس بعض تماما. احنا مش عارفين نعمل ايه. زوجه بتشتكي جوزها والعيال هم اللي بيخسروا يا دكتور محمد. يعني هم اللي بيخسروا فعلا. هم اللي بيدفعوا الثمن في كل حاجه. طبعا في كل للاسف حاجة. لان انا يعني للاسف مش باخد بالي في نقطه زي كده ان انا طرفي العلاقه بيدخلوا في صراع مباشر وناسي ان في نشأ صغير شايفني وبيتعلم مني وهو ده اللي بيطلع بعد كده مورث لكل المشاكل دي ويخرب بقى في المجتمع بقى. عشان كده احنا بندعو كل الناس ان في حاجه اسمها سياسه الغرف المغلقه. ارجوكوا يا جماعه سياسه الغرف المغلقه هو ده الاساس. ان انا بدخل البيت لما يبقى في اي مشكله انا ما بتناقش خالص قصاد الاولاد او قدام الاسره. بندخل في مكان معين بنختار الوقت لما بنبقى متعصبين ما بنتكلمش مع بعض بنرحل الموضوع شويه صغيرين. بنختار الوقت الكويس بندخل في غرفه مغلقه بنناقش مشاكلنا. يا ريت ما فيش اي تدخل خارجي الا التدخل الخارجي احنا بنتطلبه في حاجه واحده ان انا بدخل في مرحله من مراحل العنف زي ما ام اصاله تفضلت وقالت. يا دكتور محمد ام اصاله حياتها صعبه جدا. حياتها صعبه جدا وفي فعلا للأسف رجاله كتير جدا من النوع ده ويقول لها فعلا انا ما بتغيرش هو ده طريقتي. للاسف احنا اخر حاجه بنتكلم فيها او اخر حاجه بنقول عليها العنف اللفظي والبدني. يعني غير مسموح لاي حد على الاطلاق على فكره ان هو يتعامل لفظيا او بدنيا. دي يعني ده لا من الرجوله ولا من النخوه ولا من اي حاجه. ومفيش حاجه اسمها اصل طبيعي واصل انا مش هتغير. لا على فكره انت تقدر تتغير واحنا نقدر نغيرك على فكره. لان انت الحقيقه طالما انت لجأت للموضوع ده يبقى انت محتاج مبدئيا كده تتعرض على حد تخصصي. تاني حاجه ان احنا لازم ندخل الحكماء لان محدش هيرضى كده. ومهما كان هي حاولت ان هي تتطلق طبعا اول حاجه الست يا عيني بتقابلها لا انا هتطلق. هي فاكره ان دي النهايه وخلاص بس للاسف الراجل بيبقى بدايه اطار معين بنحطه والاطار ده بيخلينا احنا ماشيين على ستيبس معينه او خطوات معينه. وعلى فكره سهل جدا يعني احنا في حاجات كده بنقول ايه البخل في الزوج ده علاجه صعب قوي لكن العنف سهل جدا علاجه. يعني بس بيهينها قدام ما هو ده سهل جدا علاجه وسهل جدا التعامل مع الزوج العنيف وان انا بحوله من شخص عنيف لشخص مستأنس. ده سهل جدا يعني في دكتور سهر انا ما اعتقد اللي بيتعود على الضرب والاهانه يعني لا. هو على طول بيضرب مراته خلاص مش هيبطل. لا سهل جدا التعامل ولا 13 سنه يا دكتور. لا سهل جدا التعامل معاه وزي ما احنا قلنا هو لازم يتعرض على متخصص. المتخصص ده بيتعامل معاه زي ما بيقولوا كده بسيكولوجيه معينه. وان انا دايما حتى بتعامل مع طرفي العلاقه او بنتعامل معاهم احنا بنقول لها امتى تتكلم معاه. لما يبقى متعصب ما تتكلميش معاه خالص. في مواضيع انا بقالي 13 سنه انا عارف ايه اللي بيعصبه ما بتعاملش معاه
فدخل الحكماء هنا عشان هم اللي بيبقوا عارفين يتعاملوا مع الطرف الثاني ويغيروا الاداء ده. يبقى انا هنا بخلي الست تعمل اللي عليها وفي نفس الوقت بتعامل مع زي ما بيقولوا كده الاداء بتاع الراجل. يعني هي هنا ام اصاله ليها دور تتجنبه في انفعاله في انفعاله المواضيع اللي بتعصبه بلاش تناقشها معاه لان احنا خلاص حفظناه. امتى اتكلم معاه؟ في وقت معين الست تبقى حافظه جوزها. امتى بتكلم معاه؟ في الوقت ده، وبطلب منه الحاجة اللي هو في أي وقت هيقولي لا عليها أنا هوافق عليها. هي دايما عارفة هذا الوقت اللي هو بيبقى. هي معادلة صعبة طبعا جداً. وياما هنقابل في حياتنا بالزبط. كتير بس فعلا إحنا لازم نتعب عشان نلاقي نتيجة طبعاً. كويسة آه. طيب الأستاذ محمد كان معانا دلوقتي. طبعا هي عاملة قضية نفقة وعاملة حاجات كتيرة جدا ومشاكل ليه، وهو لا حول ولا قوة، مش عارف يعمل إيه برضو طبعاً. في الموضوع ده طبعا هي الموضوع ده خلينا نقول إن هو ليه شقين، يعني منين أنا مش قادر أدفع النفقة ومنين أنا متزوج زوجة تانية ومخلف منها. فالحقيقة برضو من هنا في علامة استفهام كبيرة. عشان كده كنا احنا محتاجين ان احنا يعني برضو كنا لازم نسمع برضو الطرف الاخر عشان الطرف الاخر عشان نشوف المشكلة. لان هو معنى ان هو واخد ان عنده قضية نفقة ان هو ممتنع عن النفقة. طالما في امتناع بيبقى في مشكلة. ودلوقتي طبعا محاكم الاسرة الحقيقة من الحاجات اللي هايلة ان هي فيها خطوات سريعة وناجزة جدا، ودي نقطة مهمة لان اللي بيتظلم برضو في الاول في الاخر بنقول الولاد للأسف الولاد، لان في ناس بيبقوا خارج نطاق المسؤولية المجتمعية او الانسانية. ونرجع تاني لانسانة العلاقات ان انا دول ولادي وده بيتي، انا من غير ما استنى حد يرفع علي قضية نفقة انا اللي ابادر. نفس المستوى اللي انا كنت معيشهم فيه الرجولة بتقول ان انا نفس الموقف، حتى لو انا انفصلت، حتى لو انا بعدت، حتى لو هي غلطانة، حتى لو هي غلطانة، لو في أي مشكلة بينك وبينها الأولاد منهمش ذنب. الولاد لازم أسيبهم في نفس المستوى ومن غير ما حد يقول لي ولا يحكم عليا برقم، أنا من نفسي نفس المستوى. ولو أنا مش قادر طب أنا رحت اتجوزت دي، فدي نقطة برضو احنا مش عايزين نتجنى على شخص لان احنا برضو ما سمعناش من الطرف، بس هو ايه الحالة بتقول لي كده، الشواهد بتقول لي كده. طب أنا رحت اتجوزت ازاي وأنا مش قادر أوفر قوت بيتي الأولاني قوت ولادي؟ ما هي دي المشكله، هي دي المشكله الكبيره. احنا بناخد عند بقى وحياتنا كده. كلها ما بقاش فيها كده تسامح حتى حقيقي. الحوار مع بعض بنمسك بعض على كل غلطه. طيب دلوقتي بقى السوشيال ميديا، السوشيال ميديا مين معانا؟ ام حسام. طب ناخد ام حسام ونكمل موضوعنا. صباح الخير، اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا. ممكن عايزه الاستاذ محمود مش هو ده، عايزه الاستاذ اللي يتكلم في التليفون. طيب طيب يا حبيبتي احنا مش سامعينك، حاول الاتصال تاني. شكرا. الو الو. ايوه ايوه سامعاكي، اتفضلي. عايزه الاستاذ اللي يتكلم في التليفون في التلفزيون. ايوه اللي لسه مكلمنا من شويه. ماله، اتفضلي. طيب انا معايا بنتي وجوزها زعقها وطلقها طب حاولي اتصال تاني يا حبيبتي. هي باين المشكله برضو ان بنتها مطلقه وساب الاولاد زي كل مشكله الاهالي. اللي موجوده ان بعد الطلاق بيبقى فيه المشاكل للاسف بتبقى اكبر، وده اللي احنا بنقول عليه احنا بنحاول محاولات مستميته ما بين طرفي العلاقه. مش عايزين نوصل للنقطه دي لان هي كلمه الطلاق هي اول كلمه بتتقال. اسهل حاجه الحاله دي ناس كتير بتحب تتعايش في هذه الحالة. الراجل بيحب يعيش في هذه الحالة عشان يرجع لحياة العزوبية مرة أخرى. الست عشان تخلص من هذه التراكمات، وبعد كده بنلاقي كل المشاكل والمعاناة اللي احنا بنعانيها. البنت بتعاني، أهلها بيعانوا، الولاد بيعانوا. فخلينا النقطة دي لا نلجأ لها إطلاقا إلا بعد أن احنا بنوصل لطريق مسدود، لأن في وسائل كتير لكيفية التعامل مع طرفي العلاقة، ودي نقطة مهمة جدا. طبعا يا دكتور حوارك جميل جدا وحلو جدا، ودي أحلى نصيحة هنختم بيها الحلقة. التقدير. التقدير والحفاظ على احترام المرأة. مظبوط. ودي حياتنا يا دكتور محمد طبعًا. لازم نحافظ عليها طبعًا. علشان خاطر في الاخر فعلا يعني نعرف ننتج. يعني لما كل واحد يبقى فيه مشكله في بيته، الزوج ما بيعرفش عايزين يشتغل، عايزين نتخلص من مرحله الهشاشه الاسريه ونوصل لمرحله الامان الاسري، ودي النقطه المهمه. ودي اهم حاجه طبعا يا دكتور طبعًا. محمد حوارك جميل جدا، وانا عن نفسي استفدت حاجات كثيره جدا، ومشاهدينا بشكرك جدا يا دكتور محمد، وان شاء الله نكمل بقى الحوار لان هو موضوع كبير جدا. يعني فخور بوجودي معاكي، وانا اللي بشكر حضرتك يا فندم على الاستضافه الجميلة.
لك. ميرسي ميرسي يا دكتور محمد، اشكرك جدا. اشكرك مشاهدينا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. طبعا حياتنا الاسريه اهم حاجه السريه التامه فيها، ما ينفعش ان احنا نفضل نشتكي، ما نعرفش، ما ينفعش ان احنا نفضل نقول اسرارنا، بيتنا يتقفل علينا. ان الاوان بقى ان احنا نهتم بحياتنا الاسريه شويه علشان اولادنا وحياتنا كلها تبقى سعاده. طبعا بنشكر ضيفنا العزيز النهارده الدكتور محمد رجب، خبير العلاقات الاسريه. مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وصباح الصحه والجمال.